السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله غنقدم لكم الروسكوس اللي هما البيني او لا دوناتس. كنتمنى ان شاء الله يروقوكم وتفاعلوا معايا بالجرس وتبارطاجيو مع الاصدقاء باش يوصلكم دائما جديد ان شاء الله. تفضلوا معايا المقادير. عندنا بالنسبه للعجينه نص كيلو ديال الدقيق، 60 غرام الزبده، تكون الزبده ديال درجه الحراره ديال المطبخ، 60 غرام ديال سميده، عندنا نص كاس ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، واحد البيضه، شويه ديال الزعفران الملون، نص معلقه فاني بودره او فاني ساشي، 10 معالق ديال المدافي وقبصات ملح. بالنسبه للكريم باتيسيه اللي كنعمروا بها دوناتس ديالنا، كنديروا نصف لتر ديال الحليب، 3 البيضات، واحد فاني، 6 المعالق كبار ديال الدقيق، 3 المعالق كبار ديال السكر. ممكن اللي يبغى يزيد الحلاوه راه كيزيد الحلاوه. اذا بالنسبه لطريقه التحضير، كناخذ واحد الزليفه كنديروا فيها الخميره اللي عندنا، كنزيدوا معها الحليب دافي شويه، ماشي كله، غير واحد شويه، وكندير واحد المعلقه ديال السنيده ونخليوها تتفاعل مده 5 دقائق هكاك. غناخدو واحد زلافة كبيرة غنوضعو فيها الدقيق، ثم نديرو واحد الحفرة في الوسط ونديرو سنيدة، من بعد البيضة، ثم شوية الملحة، شويه ديال الملون زعفران، ومن بعد نضيفوا الزبده ديالنا ونخلطوا. اذا ما تنساوش بان الزبده خاصها تكون لينه باش كتسهل علينا التخليط. نضيفوا لافاني ثم الخليط ديالنا ديال الخميره بعد ما كيكون تفاعل. من بعد نزيدو واحد 8 حتى 10 المعالق ديال الماء يكون دافي، ونخلطو نكملو التخليط باليد حتى نحصلو على واحد العجينه تكون رطبه ولينه. نوضعوا العجينه ديالنا فوق سطح العمل وندلكوها، ندلكوها مزيان حتى تتجانس مع بعضياتها وتولي رطبه في يدنا.
الجبانية ديالنا. نغطيوها بالسلوفان، نخليوها ترتاح حتى كتضاعف الحجم ديالها. دابا ندوزو الكريم باتيسير ديالنا. نوضعو البيض في واحد الآنية، نزيدو عليه السكر مع التخليط، ثم نضيفو الفاني، نزيدو الدقيق، ثم نضيفو الحليب. هاد العملية هادي ممكن الواحد يدير المقادير كلها، يديرها في واحد الدراب كهربائي ويخلط بالدراب. كان عندنا ناخذ واحد الكميه ديال الحليب اللي هي عندنا متبقيه من الحليب اللي زدناه للخليط ديال البيض، وعنديروه في واحد الطاوه ونديروه فوق النار، ونزيدو الخليط اللي خلطنا مع البيض والسكر داكشي، نخلطو ونديروه فوق النار يطيب. حنا كنحركو، اذا كنبقاو نحركو حتى كيولي لنا الخليط على شكل كريم، والكريمه ديالنا واجده. اذا غناخذوا العجينه ديالنا وغنطلقوها مزيان، مرشم دائري، ومن بعد عاوتاني واحد المريشم صغير دائرة في الوسط. اذا من بعد ما شكلناها نوضعوها تخمر واحد المده ديال نص ساعه، ساعه الا ربع، المهم حتى كيتضاعف الحجم ديالها. اذا كندوزوها للمقله، كنسخنوا الزيت ونديروهم يتقلاو، بشرط على ان تكون النار شويه قليله باش ماش يتحمروا من برا ويبقاو معجنين. اذا العافيه تكون مهيله شويه. Thank you.
هنا فاش كيتقلاو راه كيكونوا الحجم كيتضاعف كيجيو هشاش وخفاف داكشي العالي. كنخليهم شويه يبردوا وكنفتحوهم. فاش كنفتحوهم ما كنوصلوش الفتحه حتى الجنب الاخر، كنخلي واحد الجنب ملاقي. ناخذوا الكريم باتيسير ديالنا في واحد البوشا دوي وكنعمروا لي بيني. كندوبو الشوكولاط في بان ماري بيض واسود وكنغطسو لي بينيه ديالنا. كاينه اللي كيديرهم غير في السكر غير هكاك سنيده، كل واحد على حسب الاختيار ديالو على حسب الموجود.
جانا البنات بعد ما زيناهم هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي كيجيو رائعين وهشاش ولذاذ بزاف. وما تنساونيش من اللايك وقسموا مع الاصدقاء ديالكم وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وشكرا شكرا بزاف على المشاهده والدعم ديالكم.